فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. مرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم الأشياء قبل وجودها. مرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث. الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والفجور والخير والشر، كل ذلك الله شاءه وأراده به سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه ما لا يريد. لكن أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة وللابتلاء والامتحان. فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان. لو ما هنا إلا خير ما صار لحد ميزة، لو ما هنا إلا خير ولا هنا شر ما صار لأحد ميزة، ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صار والناس كلهم خيار. ولو ما فيه إلا شر ما صار لأحد ميزة في العمل الصالح. فهذا يعطي أن الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث، من المؤمن من الكافر، ابتلاء وامتحان يجري عليهم سبحانه وتعالى. لم يخلق هذه الأشياء عبثا. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وكل شيء يحدث فالله خالقه، ومنها أفعال العباد فإنها مخلوقة لله وهي فعل العبد، هي فعل العبد وهي مخلوقة لله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم، الله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله جل وعلا وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم. فيؤمن المؤمن بهذه المراتب الأربع: العلم، الكتابة، المشيئة والإرادة، الخلق والإيجاد. ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب، المراد عند المصائب، يصبر ألا يجزع ولا يسخط، يكف نفسه عن الجزع ويكف لسانه عن التشكي لغير الله، ويكف يده عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر.